وفي المملكة العربية السعودية تحول المطاف وساحات الحرم المكي وأروقته إلى خلايا نحل، وهي تضاعف جهودها في التعقيم والتطهير مصحوبة بالآلات والمعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة لتقديم بيئة صحية متكاملة. قد تم تطبيق خطط التعقيم والتطهير وفق فرق ميدانية تجول جميع الأروقة لضمان القيام العمل بشكل دقيق. قال الوكيل المساعد للرئيس العام لشؤون التطوير والخدمات بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إن الحرمين على أهمة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصحة العامة للتعامل مع الحالات الوبائية وإعداد خطط صحية خدمية لمواجهة كل السيناريوهات المتوقعة.